بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك الله في الجميع في مقاصدنا وفي مقاصدكم. هو مجتهد مطلق بباسي كد وشرائط كاني باس كدو ودلع ودونه مجتهد المذهبي دوني مجتهد متقدم كمجتهد أو متقدم يعني متقدم التعريف أو مجتهد كرابرة تعريف كيدوني الأخوار ويا مجتهد مذهب دوني مجتهد متقدم وات مجتهد مطلق مجتهد متقدم كاني مطلقة تعريف كراوة مجتهد مذهب مجتهد في المذهب يا مجتهد مذهب وهو المتمكن من تخريج الوجوه التي يبديها على نصوص إمامه مجتهد مذهب مجتهد في المذهب كسر كتواناي تخريج وجوه جهية كيبديها وجوه كيبدا عندك إخراج عندك وإظهار عندك لسر أساسي نصوص إمام كيد مسائل ده إمام كيد نصوص جهية ده مسائل في قيد لسر أو نصوصانة أو نصوصانة بوي بمنزل القرآن والسنة يوان لسر أو نصوصانة تخريج وجوه لا أحكام دكا أحكام كان دبنا وجوهان أيدي وجوه كانوا أحكامنا كإبداع عندك على سر أو نصوصنا يعني استنباط عندك على نصوصنا لطريق قياسي مسكوتي بوصر مصرحي لطريق أوكا أو عمومية كي فلاش تجدريت أو أوا لو طريق أنا ديوكو استنباط شيء كابرا لا قرآن وسنة دكا أوجه له نصوصنا استنباط عندك على نصوص إمامه في معظم مسائل يعني لحم مسائل كان لا نادا هم مسائل هرني لهر جاي شوت وأنا إيه شو أنا زور مشت أنا ك مجتهد في المسألة قصيدة إذا كان حميا على نصوص إمامه يعني بعضه كان على أكثر يعني على نصوص حميا على نصوص إمامه كان ممكن يودي شي رجل خايف يخوش رجل ده كيف بلا معظم كيف ساكا لسر نصوص إمام كشي نبي لسر قرآن والسنة تجبها لسر قواعد إمام كيدي بلا وكو أصحاب الشافعي وانك أصحاب الوجوه شاكا ودونه أي دون مجتهد المذهب مجتهد الفتية برجيري يوم مجتهد مذهبيا مجتهد فتوى شاف مجتهد في الفتوى أو تشيا وهو المتبحر في مذهب إمامه شاك متبحر دا مذهب إمام كيدا شاك المتمكن من ترجيح قول له على آخر أطلقهما اتلاع لسر مذهب إمام كيدا بوي دكريه دلتو أنا إذا ها ترجيح قولي شيء إمامك يبدأ بس قولي شيء دي كذا كهاد بشاني بمطلقي ذكر كدوم بمطلقي ذكرنيني بوخوي ترجيحي نداون وقدو قول كتويتي أو تو أنا هي ترجيحي يشان بدأ بس يشان ده شاكا أو جم مستهدي في تيايا وبالنووي مثلا تمام جاء متبحر هذا مذهب إمام كيدا يعني ليزانه وكو الشيخ ابن تيمية با واني شي كت با ابن الرفعي كت في فقه إمام شافعي لرديني دا تشت خواري يعني زور بالا دا واني كيدا هذا مذهب كيدا يتقطر من لحيته مذهب الشافعي والصحيح جواز تجزي الاجتهادي مرتبة رابع شيء كويش دلوه هندي شان كتو يانا نا مرتبة رابع دلوانيك باسي كدو سيوتي شاكا بلا وهي أن يقوم بحفظ المسلب ونقله وفهمه في الواصحات المشكلة
دلا وأورد أن مجتهد الفتية قد يستنبط من نصوص الإمام بل ومن الأدلة على قواعد الإمام مجتهد الفتية زويدك هل وني لنصوص إمامك استنباط بك لا لكتاب السنة استنباط لك كما هو معلوم من تتبع أحوال من عدوهم من مجتهد الفتية كالنووي بل قد يقع ذلك لمن هو دون مجتهد الفتية كما يعلم من أحوال جوكو ابن حجري ويجاب بأن الاجتهاد المذهبي قد يتجزأ فربما يحصل لمن هو مجتهد دون مجتهد الفتية في بعض المسائل دون مجتهد الفتية أما دبدا مجتهد لو مسألة خاصة قال السيوطي ولم يذكر في جمع الجوامع مرتبة بعد ذلك وقد ذكر في شرح المهذب مرتبة رابعة سيوتي ذكري كله وهي أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات حفظ مذهبه نقل مذهبه فهم مذهبه واضحات ومشكلات ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته ضعيف تقرير أدلة مذهب قياسات مذهب فهذا يعتمد نقله وفتواه شنك حفظ مذهبك كله فيما يحكيه من مسطورات مذهبه وما لم يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه بحيث يدرك بغير كبير فكر تاك أنه لا فرق جاز إلحاقه به والفتوى به فهذا يعتمد نقله وفتواه وكو ابن حجري نقلك نقل مذهبه وفتواه كذا يدابر أساس مذهبه كي معتمدا يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات مذهبه أو ذا شتيش كلم يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه جاز إلحاقه به أو وما لم يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق يدرك أنه لا فرق جاز إلحاقه به والفتوى به وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه إلا أنه يبعد كما قال إمام الحرمين أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب ولا هي في معنى النصوص ولا مندرجة تحت ضابط بلا وشرته كونه فقيه النفس تحت ضابطي وشرته كونه فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقيه إليه ولا مندرجة تحت ضابط وشرته كونه فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه أو شرط أوي إيه وصاحب هذه المرتبة ليس من الاجتهاد في شيء قاله تمام خلاصة برجيت لوي دبيت أو كواقفة مثلا مذهبك إذا مذهبك نقل دكاو جارجار شتي شبيه قياس دكاو ورد اجتهاداتي كبرزي دكاو أو مستهيد نهار دا جرت شي مذهب كيداش اصلاح بوري مثلا بوري والصحيح جواز تجزي الاجتهاد تجزي او همزينها التجزي او باب تفعل تجزي وتولي وتكدي ترضيو جائزة متجذبوني اجتهاد متجذبوني شاكا يعني اجتهاد كذا بعض أبواب كذا بكل هذا بعض أبواب دي كذا نتوانية بأن تحصل توضيح هذا لبعض الناس قوة الاجتهاد في بعض الأبواب كالفرائض بأن يعلم أدلته باستقراء منه أو من مجتهد كامل وينظر فيها بوجوريك حاصل ببعض الناس قوة اجتهاد بعض أبواب الشفقية مثلا فرائز
بوجوريك أدلي أو بعض أبوابي بزاني باستقراء خوي يا بس يا لطريق مجتهد شي كامل را ونظر دو أدلان ذاك كأوا صحيح أو جائزة أو تجزئة مقابل كيد كسيك منع ذاك عيدي. وقول المانعي يحتمل أن يكون فيما لم يعلمه من الأدلة معارض لما علمه بخلاف من أحاط بالكل ونظر فيه بعيد جدا. قولي كابراي مانع كدل تجزي دروزنية شنكا احتمالي هي احتمال دادرية دو أدلان دا كنا ينزاني أغيلينين معارض يكبيبو أوي كزاني ويتيوتي دا متخصصة شاك معارض احتمال ددري كد ما لم يعلم هو دا معارض كبي ما علم هو أما بخلاف مجتهد كامل بخلاف من أحاط بالكل وكسيك يحاط بها أبواب كان هي مجتهدة ونظر يد كل كيد ذلك دلا أو قول مانعي كآوى دلا أو بدلي قولك يا وقول المانع يحتمل أن يكون فيما لم يعلمه من الأدلة معارض لما علمه بخلاف من أحاط بالكل ونظر فيه بعيد جدا قولي في زور بعيدة ننا أو بعيد خبرتي وقول المانع بعيد جدا قولك شيء أو يدل احتمالي هي بوكسك قرار وفي بعض الأبواب مجتهد به احتمال هي دو أدلان دان نانزاني معارضة كببو أواني كده أنزاني استفادة عن ذلك شون كأغاي لها مو أدلة كانية دلو قول بعيدة شون هو قرار من سر أويكا دو بابي دا مستهد بي دو بابي دا مستهد بي يعني معارضيش دو بابي دا بزانية بو يا بعيدة ونيا كرة آخر أجر معارزك هبو أو معناه هو يحطيه بابينيا أما قسما له دو بابي دا محيط به أجر دو بابي دا محيط به يعني معارزان جدا زانية ورد نجر قسكا مخالفك دلت لبابي مقابل ويشاد أخر نيزاني وا اللي متوجهين نبوه شو كان قام قسلا ويدا كين دو بابي دا كيستهادي تدا دكا متلع إحاطي كاملية بقي إحاطي كاملية بمعنى هو معارض لبني الشاخيج دا بدري ديني مقسم فرض ما لسروي دا وبابي دا مستهيد بي تمام. والصحيح جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم جواز ووقوعه صحيح أو جائز اجتهاد في غنبري صلى الله عليه وسلم وصحيح أو كهر واقع جبوا روشي داوا تمام بلا دلت جواز مذهب الشافعية أو جوازة مذهب الشافعي أو إيكا اجتهاد بيغمبر صلى الله عليه وسلم درست وعداه إلى سائر الأنبياء تعديه بيكدو شافعي بسائر الأنبياء ودع القرافي أن محل الخلاف في الفتاوى محل خلاف فتاوايا وأن الأقضية يجوز فيها من غير نزاع أما أوي كما رود قضاء حكومة يدبي أو معلومة بو بيغمبري جائزة أما قسل فتاوايا فتاوى وأقلية فرقين هو قرافي دلا محل خلاف فتاوايا كداخل جائزة اجتهادنا نك أقزية. وقد يفرخ بأن القضاء غالبا يترتب على النزاع والخصومة والشارع ناظر إلى المبادرة إلى فصل ذلك بقدر الإمكان بلا يعني أقضية اختلاف تدان شن أقضية بو بكوتني نابد وزوج يا بذكره ناخر راوس تجاري وحيد بو به منظور الله وياك أقضية مختلف فيه نين تمام. قال الإسنوي قال الغزالي وإذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فقاس فرعا على أصل فيجوز القياس على هذا الفرع فإنه صار أصلا بالنص كذا قال وكذلك لو اجتمعت المتون وش بحث شديك تمام. فس جائز اجتهاد بو بيغمبري صلى الله عليه وسلم وهش روشي داوا لقوله تعالى ما كان جاء دليل وقوع دليل جواز شبه طريقي أولى تلك ما دام واقع بو بي وقوع كدليل جوازه لقوله تعالى ما كان لنبي أن تكون له أسرى مزور أو دليل كذبة الدليل وقوع بولا طريقة ودليل جوازه
لبر قولي في خداي تبارك وتعالى لفرمي ما كان للنبي أن تكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. هيس بيغنبريك حقيني أسيري هبي حتى وكو خن رجينك وانا بخلق لي بترسيو غلبي بدينك إن دا حقي أسيريني أن يكون له أسرى يعني بأسير بيانجري نابي بأسير بيانجري نابي بيانكوجي عفى الله أويك هيك ديش عفى الله عنك لما أذنت لهم ك بعض المنافقة كان هاتن عزر خاين كربو نشوني جهادي إجازة دان ما دو دو جيانا داو في غمر صلى الله عليه وسلم ملامت كراوة ونيا عفى الله عنك لما أذنت لهم أويدي كش ما كان لنبي أن تكون له أسرى حتى يسكن في الأرض دو تهديد لك فضلي من الله نبا وفلان أو لا شيء فيما أفضتم فيه عذاب عظيم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب أليم يا عذاب عظيم. عوتب على استبقاء أسرى بدر بالفداء وعلى الإذن لمن ظهر نفاقهم في التخلف عن غزوة تبوك ولا يكون العتاب فيما صدر عن وحي فيكون عن اجتهاد. الآن دود آتان دا في غبا صلى الله عليه وسلم معاتب كرا ولسر هيش نوي أسير كاني بدري دم قابل في دائي شدا كوري قلت شاكا في دائك آزاد كردن بو بول بو آزاد كردن بو بما هي أسير ديكا والله أعلم. ها بول بو بول بو أبجار معاتبة كلا ودا آي دوام دا لسر إجازة دان بو كساني كظاهر النفاق بون إذني دان بو تخلف لغزوة تبوشة دا عتاب خوبوشتي كي نابك لروي وحي را كرابه سن لروي دستوري خوي را كرابه سن عتاب دكا إلا أو دا منتو فيكون عن اجتهاد عتاب دا موردي كي دا بك عن اجتهاد بي ومعنى اجتهادا كردو يتيو أبج معاتبة كردو شاكا. وقيل يمنع له يمتنع له قيل قدلا ممتنع اجتهاد بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لقدرته على اليقين بالتلقي من الوحي بأن ينتظره والقادر على اليقين في الحكم لا يجوز له الاجتهاد جزما. قيل قدلا ممتنع اجتهاد بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم اجتهاد بو كسر كده بقدرته يقينين به أو تلك قدرته هي بسر يقين دا بوسيلة تلقي كدني حكمك إلى وحية جاء قدرته هي بوجوريك انتزاري إي وحية كيف تشيش كسيش قادر على اليقين بيد حكمه دا جاء إذني اجتهاد بك اجتهاد بو كسيش قادر على اليقين أو قادر على اليقين كابو جاء إذني اجتهاد بك دي أوانا تأويل كدونا أوانا أو كسا مجبورة أو أنا أني كاتوا نانا كارمنيا دبي أو أنا تأويل بكاتوا شاكا أي كسي بلا جائزة بو أديبو واني كراوا أرزم بحضور مجبورة أو أنا تأويل بكاتوا شون أن تأويل لك بلا أي كان دبي تأويل بكاتوا ما كان لنبي أن يكون له أسرى كأنه مجاز وأسراي هجبه ونجبه شاكا خراوة اختياري خوي اختياري نا أولا يكي كبه ونيا أو هذا ما ندبا يكبرا بايا عتابك أجل بروي بوكا كدو يكي ها؟ أو دعوة ندبا يكبرا بايا كيها؟ أو يكا مخالفة ممتنع أو كارثة يعني ببي وحي وببي اجتهاد كدوية منتظر بباك وحي وبي دي منتظر ببا التوجيه بك آي آه جاهر واي آي دولا ندبا كرباي عن اجتهاد ني كردوا شاكا دي عن اجتهاد ني كردوا لخوه كدوية معنى واي آي شون هي وكارك خلاف أولابوه حرام نبوة خلاف أولابوة شاك توجيه مسوخ ها حكمك كدوا أدتوا مسوخي كحكمك أول تبوي حكم مسوخ
نه نه عتاب فكرة وانتخاب يشتيش خلافي أولاي كدوا متوجه هوي خمعناشي انتخاب الخلاف يعني حكم دشتكي دانا بو ابيش اجتهادا نيكردوا دي اجتهادا نيكردوا شو اشتكى دليل حرمتي لسنة بو كردويتي وقا كخ معاتب اشكراوا شاكا لسروا خلافي اولا بو كردويتي دبو لكل شريعتي او خلاف اولا بوني متوجه ببه تم مجبورة توجيهي بتوجيه مكاوانا دلا دبول مجموع دلائل ديني را با اوشتا بيزانيا با اوشتا دليل شي لسر نبا كني زاني وخلاف اولا بوا سرو خلاف اولا يا خير فشار يا بو هناوا تحت فشاري اصحاب اوي كردوا اوا رفقا بهم اوي كردوا يا رفقا بخلق كيبا خلق كنا كوجلين والحاصل دو موردي دا تشريع يقنبو پیغمبری صلی الله علیه و سلم د بوله روی کلیات وحیره او شته درک کاو ک درشی نکردوا متوجه نبوه و یا بعض ارفاقات یک باعث بوا بخ خلاف الاولا معاتبه کراوا نبوا لمجموع شریعه درک کربا هر نه به هر نه به تو استعاد خوجم نه یعنی لنصوص یور بابر ولا عرض به تو استعاد ایسی هذا بتأقصى كي ضعيفة توجيه ناكريا منتزلي أخ منتزلي بأخي الحال خاليني يا خلافي أمري كردوه يا خلافي نكردوه خلافي أمري كردوه أو قناهي لي نسبة دادا أقبلي دبو منتزل بأ منتزل نبوا دي ودب خلافي بو تأويل ناكريا اللهم مقر آواي بو تأويل كيكا استنباط لم روي مجموع نابت اجتهاد لا دبو ملكي شي حاصل ببوبي لما مجموعه كيك اوينك ازن بحضور يا فلينك او فليك دو فلك خلافي او لابو اوا نقص والحاصل شو كدليل يجلس حرمتي النبوه فليك الدواء شاك لبر شفقت او انام مخكارش خلاف الاولى كدو كانه اولي بلى بوبتشين اگر راوستا با لسر وحيا معلوله كرانا وستاوى لسر وحيا دو مورد ازا دليل وتحريم النبوة رانا وستانكا خلافي اولا يوا ادينا بتحرام ونازلين اجتهادا وايكردوا بل كدلين رانا وستاوى لسر وحي فليك دو فلكش تحت تأثيري عاطفة نسبة با خلقك كي كنك أجرين أو أسيران أو ويا سخد نبي وأواني إزني ورد قرنو هذا بيتوا استياد تأويل ناكري قيلة يدي قصيك زعيفة إزني وحي اما سي مجبورين بو تأويل كان جاب سي بو خو جاب بو خد داتا بلا وسالسها الجواز والوقوع في الآراء والحروب فقط سالس يقوال دل جائز شواقع عشاء ونيا دا آراء حروب دا آراء حروب ليس في قدرته إنزال وحيد قدرته يدل قادرة على اليقين قادرة بنزول وحي قادرة هو نزول وحيد اختيار يدانيا هذا مثل نا قادر على اليقين أخذ العموم من عموم الأول لهما في قول المصنع جواز الاجتهاد ووقوعه جواز آراءك هيش نوي أسيران يا كشتن يا نوى أو الرأي شاكا بل حروب جوكو وشرب كانك وني إيقاع حرب كما في الإذن لمن ظهر نفاقهم كنت الوشا دا آراء حروب دا فقط جائزة واقعة أي والمنع في غيرها ثالثها الجواز في أوانة والمنع معلومة الجواز في أوانة يعني منع دا غير أوانة دا أو شاتو جمع بين أدلة سابقي كلها
هذه ليس مخالفين ومانعين جمع كردوك تويتي أو دليلك كابراي مانع دهينة أو بغير أعراب حروب آتكش أعراب حروب دهينة جواز وقوعي ده أعراب حروب دهينة تمام؟ بلا والصواب أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ تنزيها لمنصب النبوة عن الخطأ في الاجتهاد وقيل قد يخطئ ولكن ينبه عليه سريعا لما تقدم في الآيتين ولبشاعة هذا القول عبر المصنف بالصواب بل الصواب أوي اجتهادي في غبر صلى الله عليه وسلم خطأ نابه لبر باراستني منصب النبوة لخطأ في الاجتهاد قيل جدلا جاريوا خطأ دبه شاكا خطأ دبه ولكن تنبيه ذكر سريعا لسر خطأكي بو خطاج دبي لما تقدم دود آتا عتاب كرا وقال خطا نبات فان عتاب ذكرا كأنه لما تقدم في الآتين ينبه عليه يعني خدا قادر ذكرا ولبشاعة هذا القول عبر المصنف بالصواب شن أو قول قبيح موردي بيغمبران دابو مصنف تعبيري بالصواب لداوت وضل الصواب هو اجتهادك لا يخطئه دي ادي او اجتهاد كردويتي معاتبه بوكراوا خطاي بمعنى حرامنا واللي خطاي بمعنى انتخاب خلاف اولادك لي اي او اعتنى تاويل ذكرك شاكا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر وليتم نعمته عليك بيغمبران عليه السلام خلاف الأولياء ببيع أوجل قبيل خلاف الأولياء وخلاف واجبي نبوة خلاف أولياء ولبها الحال ده بيتفتا أما كلمة كزشت بتعبيري كدي كي كتبا أو قيلة تاتربو بويدلا والصواب لا يخطئ شاكا قيلة كل جاتي تعبير بخطايا تعبيري كي مؤدبانة تري مثلا انتخاب كربايا والصواب أن اجتهاده لا يخطئ مقابل أأوي وقيل قد يخطئ بلى تمام بلى تقول الله بشعة فيه لبرقيلك دلت شنك أو قيل بشيعة بوي مقابلك بصواب دانوا أخي الصوابين يقصك لك غلطة والصواب أن اجتهاده لا يخطئ يعني قصة كيديك غلطة أو أن صواب به تمام والأصح أن الاجتهاد جائز في عصره صلى الله عليه وسلم وقيل لا للقدرة على اليقين في الحكم بتلقيه منه واعترض بأنه لو كان عنده وحي في ذلك لبلغه للناس أصح واجتهادك كخلق ديك ديك عصر ودا اجتهادي خلقية عصري ودا جائزة شاكا أيوني صحابينا فرمو أستهدوا رأي ولا آلو معاذبو ويمنينا الصحابة اجتهاد جائزة دا عصري ودا قيل اقدرت جائزة ثم قدرت بسير يقيني دا هيا يقيني حكم بوجوري ككابرة تلقي حكم غيب كالوي ونيا كسي قادر ببصر يقين لا حق اجتهادني أو كسي عصر وجداء قادر على اليقين بوصل إليه دريافت لي واعترز اعتراض إليه جراوة لو قيليك أقر وحي لك الباب بلغه للناس كتبليغين كدو ديارة وحي نبوه كوحي نبي هل قصد من أنت وكابر اجتهاد بك واسأل سها جائز بإذنه صريحا قيل أو غير صريح ثالث يقول دل جائزة بإذنه جائزني صريح قيل دل إذني غير صريحش بأن سكت عمن سأله عنه أو وقع منه شاكا بوجوريك ساكت بي عمن سأل عنه ساكت بي لو كسيك سؤالي لشكر دوا سكوت بك عمن سأل بلا عمن سأل عنه سكوت بك عما سأل عنه أو وقع منه أو غير صريحة شاكا
غير صريحة سكت عمن سئل عنه أو وقع منه. سكوت يبقى لو كسيك سؤال اللي كراوه ومش جوابي داوته سؤال اللي بكراوه شاكا نيفر مو بو سؤال اللي بيدك شاكا يا واقع بو شاكا بأن سكت عمن وقع منه اجتهادك اجتهادي كلمة في غمر صلى الله عليه وسلم نيفر مو بو اجتهاد كده تمام سكت عمن سئل عنه يعني شخص الخزمة بيوم صلى الله عليه وسلم سؤالي كده بسرابيته بيوم صلى الله عليه وسلم سكتين سكوت كربي بكابري نفر بو سؤال اللي ويدك اي او بت اذني غير صريح بو او جوابي ده يا تشنا واستهاد غير بو او جوابي ده يا او كسي سؤال لك لو كجوابي كبداته بلا بان سكت اري 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 سكوت يبقى عمن سئل عنه او جوابي داوته ولا جوابك اي واني شي نكردو اعتراضينك دو يا واقع بو اجتهادك اعتراضينك دو إذن صريح جوايك أتو إجازتها أو كاريك فإن لم يأذن فلا إذني ندا فلا دروزني هزني نوقيل ميلانا أوي الصحكية أوي بقرة والصحيح جائزة تجزي اجتهاد والصحيح جائزة اجتهاد بو بيغمبر صلى الله عليه وسلم وواقعيشا والصحيح والصواب هو اجتهادي بيغمبر صلى الله عليه وسلم خطا نابي ده حدي حرمته اوانه ده شكاندني حدود ده متوجب ودنا عتاب بونا خطا نابي ولي او كلمه في مناس قبيح بالنسبه للبيغمبري بدر صلى الله عليه ورابعها للبعيد عنه دون القريب لسهول مراجعته سهولتي رابعي أقوال دلت جائزة بو كسر كي كدور بيلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم معاذ شو تيمانيا ولا وين نبو بشي سؤال اللي يبكى بو قريبي دروز نيشون سهلة مراجعة كرني قريبة كيبا بيغمبر صلى الله عليه وسلم وخامسها جائز للولاتي خامس أقوال دلت بو ولاتان جائزة شو كما قام يان قوري يشتيان لي برسنو نزانو مراجعة بيغمبر كان شأن شوكتي عند الشيء حفظا لمنصبهم عن استنقاص الرعية لهم لو لم يجوز لهم بو حفظ منصبي ولاتان محفوظ بمنصبي لا لو كرعيد تنقيس امبكا اجا جائز نبي بويان وتنقيسان متوجه دبي جابو محفوظ من لو تنقيسي بوان جائزه جائز نبي بوان بوجري مجبور من مراجعه بكن ببيغمبر صلى الله عليه وسلم فيما يقع لهم اما غير ولادنا والحاصل ولا تكتك حاكم ود صلاة دار ود بهيبته وبرخدم كهيبتي نابتكش بوش هيبتي تقدش سؤال اللي يمكن ومجبور به بمراجعة بي يعني ده صلاتي هيك نبي او والاصح على الجواز انه وقع وقيل لا اصح بنا لسر قول كجائز باجتهاد عسري وداء ده عسري وداء الصح ويا رويدا وني بلا يواني جا كوا ورودانا أي بوري نداوة شاكا رويدا قيل دلا روي نداوة وسالسها لم يقع للحاضرين سالس دلا بو حاضري روي نداوة بو نا حاضري روي داوة شاكا للحاضر في قطره وكسجي كحضوري هبو دمحيتي في غنبري صلى الله عليه وسلم بخلاف غير حاضر تمام ورابعها الوقف عن القول بالوقوع وعدمه رابع أقوال متوقفون لقول بوقوعها بعدمه واستدل على الوقوع بأنه صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ في بني قريظة فقال تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم فقال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله رواه الشيخان وهو ظاهر في أن حكمه عن اجتهاد استدلال لسر وقوع كراوة تاز وقوعي بحزوريهيش نقب كبري غائب بويك بيغنبا صلى الله عليه وسلم دستوري داب السعدي حكم سعد حكم مكت حكم بتشتي حكم سعد بن معاذ في بني قريظة
حكميتي دابا سعدي كري معاذ راجع بيهودي بني قريزة سعدي آوي نزل ده فرموي تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم أواني شرعين بدكري بيان كوجا أواني ك ذريته من دالو أوشن بأسيريان بقرا في غبان صلى الله عليه وسلم فرموي لقد حكمت فيهم بحكم الله فرموي حكمت بحكم الله يعني حكم الله شرع أوي رواه الشيخ دأو اشتا ظاهرة دويدا كحكمكي عن اجتهادين بوا ظاهرة دويدا كحكمكي عن اجتهادين شق قبلا مورد نمونيوان نهاتو تبيشك اللي بيغنبري في أبو بي صلى الله عليه وسلم ظاهرة دويدا ك أو عن اجتهادين بوا تمام هو يشغلهم واردانه كذي كان اعتراض لسر إسلامه ويا دعانه يبلون دروب وهروين داوشتيوه متوجه هوي تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم تمام مسألة المصيب من المختلفين في العقليات واحد يا من المختلفين في العقليات مختلفين يا مختلفين مختلفين بلى المصيب من المختلفين في العقليات واحد وهو من صادف الحق فيها يعني دو تاقمي مختلف با اختلافك للدواني شبتر بيه هذا بيت دو تاقم المصيب من المختلفين في العقليات واحد لدو اختلافك هيا مصيب لوين يودو مختلفة دو فالشخص مختلفان دادا أمور عقلي ده هريشك أموري عقلي يعني هو مربوط ب متوقفني بوس السمع شاكا متوقفني بوس أو حدوث عالم وثبوت باري تعالى وبعثة رسله وهو من صادف الحق فيها أو مصيبك أو كسيك حق نفس الأمر دي وتوا في هذا عقلياتك لتعينه في الواقع شنك أو حقك متعين لدى نفس الأمر ده كحدوث العالم وثبوت الباري وصفاته وبعثة الرسل ونافي الإسلام كله أو بعضه كنافي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم مخطئ آثم كافر كسيشنا في إسلام بك شيء كلك شيء بعضك بعضك وكن نافي بعثة في غنبري صلى الله عليه وسلم أو بعضا أو نافي مخطئ آثم كافرة لأنه لم يصادف الحق ساكرتم كمصادف حق النبوة عقليات غير ديني منظورة تمام بو عقليات غير دينية نجبوها وجر عقليات دينية جاء مصيبك واحدة معناه أن اختلافك بجي مخطئك قيدناك مخطئك آسم وكافر ما في إسلام عقلي بيا نقلي بيا إسلامك عقلي بيا نقلي بيا مخطئ أو آسم وكافرة مصادف حق نبوة وقال الجاحظ والعنبري لا يأسم المجتهد في العقليات المخطئ فيها للاجتهاد جاحظ عنبري دل لا يأسم المجتهد في العقليات المخطئ فيها كسيتي كم اجتهاد أمور عقلي دادك عقليات إسلامي تاك وخطيت دادك آسم نابه لبرو اجتهادي كردو ولو اجتهادي كردو وكو بعض الشيء قطعي للإسلام وكو إنكاري بعثة في پیغمبر مثلا لا نقلني هو نقل بوسا بالدم إنكاري وجود خدائك إنكاري صفات خدائك ساكا قيل مطلقة قيل قدل مطلقة آسم نابه منتمي بإسلام يا منتمين به وقيل إن كان مسلما يعني منتميا للإسلام أجر منتمي بالإسلام كافر نابه كافر دبه كافر نابه وقصي جاحظ وان تفسير كل بتوا تمام جاحظ عن بريد لن مجتهد آسم نابه لبل اجتهادك
شاكا أوي مجتهدة دا عقليات دا ومخطئة قيل جاء تفسيري قصي جاحز وعنبريان كمطلقة آسمنا بمنتمي بي إلى الإسلاميان قيل قدرنا أقر منتمي بي إلى الإسلام واجتهادك مخطئ به فهو عندهما مخطئ غير آسم لكن جاحز وعنبري أو شخصيا مخطئ آسمنا وقيل زاد العنبري على نفي على نفي الاسم كل مجتهد مصيب كل مصيب قيل قدر عنبري سر رأي أو كدر آسمنا به أو قصشي كتيوتي كل من المجتهدين فيها شاك كل يقل مجتهدين جابوا أبي دي كان كينا مختلفين ولا يوالي يبكين شاك المصيب من المختلفين في العقليات أدي نج مختلفين والله أعلم دشكري ولي با جمع بيوه شنك دكري آراء كان هر دون بن بلى. ثلاث شيء. وأيضا إنما يكون المصيب واحدا إذا اختلفوا لا مطلقا لأنهم فهم إذا جمعنا. بابا. بلى. إذا لم يختلفوا. تمام بلى. وقيل زاد العنبري كل من المجتهدين فيها دا وأن دا عقليات دا هم مجتهديك مصيبة أوشك تسر رأي أوي كآسمني وكافرني هذا لا هم مصيبة وقد حكي الإجماع على خلاف قولهما قبل ظهورهما إجماعها إلا سر خلاف قولي وان بيش نقلي بيش ظهوري وان إني قسكان إجني إجماعها إلا سر اسمه لسر كفر شاكا سيوان إجني وان البخان جزء كافر عنه والله دش كري زاحز او عقلياتاني منظورك اساس نين ده اسلامي ده الله اقرب كانكاري نا عقلياتي تيكا كرد انكار كان تاثير لسر كفر دانني يعني نقعنا درجة أصول شاكا دش كري وابي واي بو تأويل كي بو جاحزي أما المسألة التي لا قاطع فيها من مسائل الفقه فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني وأبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة وابن سريج كل مجتهد فيها مصيب أما مسألة شيء كدليل قاطع لسر النبي لمسائل فقهي شاكا مسائل فقهي بو غير فقهيش بو هدل من مسائل الفقهي غير فقهي شروعه شيخ أبو الحسن أشعري وقاضي أبو بكر أبو يوسف محمد صاحب أبي حنيفة ابن سريج بيانا هم مجتهد اكتيان دا مصيبة حقا كم تعديد ببي تعددي لحالبوني وان ثم قال الأولان حكم الله فيها تابع لظن المجتهد أجار كتو أنا مجتهدا دموردي إذا ما كيدا قصا كان فرقي كدو أبو الحسن أشعري القاضي أبو بكر دلن حكم خداي تعالى فيها دو مسألة كلا قاطع فيها حكمك تابع ظن مجتهديا فما ظنه فيها من الحكم فهو حكم الله في حقه وحق مقلده أو بظن في جيش دواء لحكم أو حكم خدا در حقي ويدر حقي مقلده كان إيش دي كش دم وردي وش ده أرآوة وقال الثلاثة الباقية سي كان ديك أبو يوسف محمد ابن سريج كتوانا هناك لو حكم لكان به هناك ما لو حكم لكان به هناك أي فيها دو مسألة دا شيء لحكم هيا كأجر خداي تعالى حكمي كربا دو مسألة دا حكمي بذلك الشيء ذكر شاكا يعني دا مجموع أوانا دا رأيك هيا كحكمي الله يا نك كل كان على حقا كتويتي هناك دو مسألة دا شيء كيا كأجر خدا حكمي كربا توري قطع بوي حكم ذكر تمام
ومن سام أو فقيه إذا قالوا الله ميان حقا قال حقي كتير لا دبين يقصان ذا لا على التعيين لا على التعيين ومن سما ومن هنا وهو قولهم المذكور أي من أجل ذلك قالوا أيضا في من لم يصادف ذلك الشيء أصاب اجتهادا لا حكما وابتداء لا انتهاء لبروي كتويانا دم ودي كسي كذاك إصابة أو شيء نفس الأمر عند الله أينك دلنا إصابة كدو اجتهادا في الاجتهاد كدو ساكا ولحكما اجتهادنا كدو حكمك بزلي وسعي كدو ولي أويك بحقك يبقى في نجيشته بس إصابة كدو اجتهادا ما إصابة نكدو حكما إصابة كدو ابتداء كاجتهاد كدو انتهاء ك بحكمك نجيشته إصابة نكدو فهو مخطئ حكما وانتهاء كواب حكما انتهاء مخطئ أما اجتهادا ابتداء مخطئ تمام طبعا سر صيوان لو مسألة إذا لو هنا كيدا أو شيء غير معلومية معلوم لنا معلوم باي اختلاف تدانا دبو كأنه أي معلومة أو أواد الله دل من حيث من المحقق اجتداء اجتداء دي تون أقر حقك معلوم نبي أصاب اجتهادا لا دي خو مجنا لين أو شخص أفلا أو شر معلوم لي أي معلوم لي حكمي نا أو فرد بلا يتوني والصحيح وفاقا للجمهور أن المصيبة فيها واحد ولقول صحيح تيلوانين قول صحيح أو مصيب يجتانا شاكا المصيب فيها واحد جاء فقس إذا قال قصة كيوان بلى ولله تعالى حكم قبل الاستحادة بلى حكم فاجورة تابعي هناك ما لو حكم لكان به لو حكم لكان به لو حكم الله بلى حكم لكان به ولا أو دل حكمي كذا نكردو أجر آخر النوايا جدي كيا بقول أجر حكمي كذا كربا به دبو ولي كذا نكردو بالتعيين أو دل نخر حكمي خداي تعالى معلومة وكذا كردو ولي كبرني بينته ومعزوره تمام تيجي ني بينته فمن أصابه فهو المخطئ مصيب ومن أخطأه فهو المخطئ بانش زانين شيء ولله تعالى حكم قبل الاجتهاد شاكا ولله تعالى فيها حكم قبل الاجتهاد قيل لا دليل عليه صحيح أوي كمصيب واحد وخوي تعالى دو مسألة دا حكمه قبل الاجتهادك ونبي تابعي اجتهادك بها قبل الاجتهاد حكمي كيدا هيا جاء حكم قيل لا دليل لسرني بل هو كدفين يصادفه من شاء الله والصحيح أن عليه بلا الدليل بمعنى قطع لسانه ولي أن عليه أمارة وأنه أي المجتهد مكلف بإصابته أي الحكم لإمكانها وقيل لا لغموزه الصحيح أو أمارة لسر ومجتهدك مكلفة بإصابة حكمك لبر إمكان إصابك قيل جدلا مكلفنا تنك غموزه يا حكمك والصحيح أن عليه أمارة وأنه مكلف بإصابته وأن مخطئه لا يأسمه مخطئ حكمك قناه ناقات بل يؤجر لبذله وسعه في طلبه وقيل يأسم لعدم إصابته المكلف بها إصابين كلك مكلف بإصابه تمام؟ أما الجزئية التي فيها قاطع من نص أو إجماع واختلف فيها لعدم الوقوف عليه فالمصيب فيها واحد وفاقا أما مسألة جزئيك دليل قاطع كذا هبه لنزي إجماع بلا اختلاف هبه ده مسألة كذا لبر أو بعض كان وقوفيا بس الدليل قاطع كذا نبوه مصيب ده يدا هريتك أو اختلافي كذا نيا اختلاف أقوالا مصيب كذا واحدة بلا خلاف وهو من وافق ذلك القاطع أو كسيك موافق أو دليل قاطع يبو حكمك يبر مبني يبوه وقيل نخير وجه اختلافي تدايا وقيل على الخلاف فيما لا قاطع فيها عيني اختلافي تدايا كد موردي أو مسألة دا كدليل قاطعين بها أو اختلافات أقوال دوي داهبو دوج دايا وقيل على الخلاف أما ولا يأسم المخطئ فيها بناء على أن المصيب واحد على الأصح إذا ما يوينيا وقيل على الخلاف أو قصيت ديكيا ولا يأسم المخطئ فيها بناء على أن المصيب واحد أقرار وابي مصيبة كهر واحد يوم مورد قطعي
آسيم نابي مخطئك دمسألة كيدا بنا لسر ويك مصيبك بنا لسر أوي مصيبك واحد بي مصيبك واحد يشبه تيدا خاطئ نابي شنك بينا قيشتو على الأصح لما تقدم ما تقدمت شنك بزلي وسعي كدوا ونيا ولقوة المقابل هنا عبر بالأصح شن قولي مقابل قوي بدل أصح أويا أصح أويا لا يأسمه يعني قول بآسم بوني قوية تاكا بويا بويا دل لا يأسمه شنك خلاصة وعزرانية بو جيقائي كدليل قاطعها به ومتى قصر مجتهد في اجتهاده أسم وفاقا لتركه الواجب عليه من بذله وسعه فيه هر وقت يجي مجتهد يقدر اجتهاد خوي دا قصور يبكى او كصفات اجتهاديه جناه دقاتي وفاقا شن ترك شيء كدو كواجب لسري كبذل وسعه وصلى الله على سيدنا محمد رحمه الله.